السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. النهاردة إن شاء الله حلقة جديدة هنتكلم فيها عن علاج حب الشباب بصفة عامة، وإزاي نعالجه ما يكونش ليه أثر. بس إن شاء الله قبل ما نبدأ في التفاصيل، متنسوناش بلايك وسبسكرايب، وإنكم تشتركوا في صفحة القناة على الإنستجرام، وهي برضو فارماسيا إيجي. ويلا بينا ندخل في التفاصيل. طيب، حب الشباب. مبدئيا حب الشباب، اعتقد معظم اللي هيتفرجوا على الفيديو دول عارفين ايه هو حب الشباب، او على الاقل عارفين اشخاص بيظهر لهم حب الشباب. طيب، قبل اي حاجه لازم نعرف حب الشباب ده بيظهر فين. بيظهر في منطقه الجبين، منطقه الوجه عموما، في منطقه الرقبه، الاكتاف، الصدر، الظهر. طيب، عشان نعرف نعالج حب الشباب لازم نبدا الاول ازاي بيطلع لنا حب الشباب، او ايه سبب ظهور حب الشباب. طيب، في الاول كده في البشره في مسام بتبقى موجوده على البشره، بتبقى عند بعض الناس بتكون ظاهره واسعه زي ما هنشوف في الصوره قدام حضراتكم، وبيبقى فيه مبيبقاش في ناس عندها الصوره دي. طيب، المسام دي قصتها ايه؟ المسام دي فيها حاجتين، فيها غدد دهنيه وفي نفس الوقت فيها شعيره. الغدد الدهنيه مهمتها هنا انها تفرز الدهون. الدهون ده وظيفتها ان هي بتدي ترطيب للبشره وترطيب للشعرايه عشان الشعرايه تطلع ناعمه. طيب، المشكله هنا ايه بقى؟ المشكله اللي هنا لما بيحصل خلل في افراز الدهون، فبتظهر الدهون بصوره اكبر، وفي نفس الوقت مع تراكم الخلايا الميته في البشره مع الزخم او الاتربه اللي بتحصل والتلوث، فالمسام بيحصل لها انسداد. وبعد ما يحصل انسداد فبتتجمع الدهون مع الاتربه اللي موجوده دي او التلوث عموما، مع وجود كمان بكتيريا، فبيجمعوا مع بعض ويتفاعلوا، وبالتالي بيحصل التهاب الحبه، وبالتالي يظهر عندنا حبوب بيضاء او حبوب رؤوس سوداء. وبالمناسبه حبوب رؤوس سوداء بتظهر في معظم الاوقات بتظهر في منطقه الانف فقط. طيب، احنا كده عرفنا الاسباب بتاعتها. طيب، برضو من ضمن الاسباب بقى الرئيسيه هي التغيرات الهرمونيه. تمام، التغيرات الهرمونيه هنا المقصود بيها سواء التغيرات الهرمونيه بتكون مصحوبه في اوقات الدوره الشهريه عند السيدات، او في اثناء فتره الحمل، او عند الشباب لما الشباب اللي بياخدوا استرويد او بيروحوا الجيم وبياخدوا ابر هرمونات او حبوب للهرمونات. طيب، حاجه تانية هي التعرض لأشعة الشمس، وبالأخص للناس اللي بشرتهم بتكون حساسة، فمع تعرض للشمس بيحصل برضو زيادة في الدهون، فبيزيد برضو الحبوب. رقم ثلاثة، الرياضة والتعرق بصفة عامة. بيحصل تعرق، بيحصل إفرازات دهون زيادة. وهنا نرجع لنقطة اللي لازم أول ما بنخلص الرياضة لازم ناخد شاور قبل أي حاجة. طيب، هندخل بقى في اهم نقطه، وهي بقى ايه علاج حب الشباب يا دكتور. طيب، علاج حب الشباب ده حاجه بسيطه جدا. تمام، احنا مش هنسميه كعلاج قد ما هو هيكون في منه جزء كبير روتين يومي لازم نمشي عليه حتى لو الحبه مش موجوده عندنا. طيب، رقم واحد هو الغسول المناسب، رقم اتنين تونر للبشره، رقم تلاته مقشر موضعي، رقم اربعه مضاد حيوي موضعي. عرفنا علاج حب الشباب بيكون ازاي، تعالى ندخل في التفاصيل بتاعت كل نقطة فيهم. رقم واحد قلنا الغسول. الغسول المهم يكون غسول مناسب للبشرة الدهنية المختلطة، وليكن غسول يسيرين بيوروفاين جيكلينسين، او في ممكن صابونة فيها ساليسيليك اسيد، ده كويسة جدا. تمام، برضو يكون رخيصة وسعرها كويس، واي حد عنده غسول مناسب ليه ممكن يستمر عليه، ما فيش مشكلة. رقم اتنين التونر. التونر ده من اهم الاشياء، وخاصة للبشرة الدهنية والمختلطة. ليه؟ لان البشرة الدهنية والمختلطة بتحتاج تنظيف زيادة. التونر هنا فايدته ان هو بيظبط المسام، بيقللها، وفي نفس الوقت بينظف المسام بعمق بعد الغسول، وبيقلل الافرازات. تمام،
يبقى لازم نستخدم تونر كويس. برضو ممكن نقدر برضو نقول اللي هو التونر بتاع يوسيرين كويس جدا بتاع البيوروفاينج. طيب في عندنا بقى المقشر الموضعي. المقشر الموضعي هنا قلنا حاجة زي أكريتين أو حاجة زي أفوتين إيه. ده فايدته إيه؟ إن هو بيعمل زي تقشير خفيف للبشرة وفي نفس الوقت فبيخلينا نتخلص من الخلايا الميتة، فيساعد كمان على نضارة البشرة. أما بقى المقشر مفيش بس منه اللي هو اللي احنا قلنا عليه اللي هو البشرة كامل، لا في حاجة مهمة جدا ممكن نستخدمها على الحبة مباشرة، وهي حاجتين، يا إما الديفرين جيل أو الإيبيديو جيل، وأنا أرجح الإيبيديو جيل واللي صورته قدام حضراتكم برضو دلوقتي. رقم 4 والأخيرة هو مضاد حيوي موضعي للناس اللي على الحبة، بتحط على الحبة مباشرة، وده زي كليندا سول أو أكني مايسين أو أي حاجة زيه. يبقى طيب انت حضرتك بتنصحنا بايه يا دكتور؟ طيب النصيحة كده بسيطة جدا. رقم 1، البشرة الدهنية او المختلطة بتحتاج الى نظافة دايما، فلازم نستخدم الغسول مرتين في اليوم، التونر 3 مرات في اليوم، بنستخدم مرتين بعد الغسول، ومرة واحنا نكون خارج البيت بناخد التونر في شنطتنا او معانا في المكتب بتاعنا، بنحط علينا التونر بقطنة بتاعة جونسون بتمسحي بيها البشرة، وده بيديها انتعاشة. رقم 2، لازم صن بلوك. اي حد بيخرج بره البيت او حتى لو بيتعرض لحرارة في المطبخ لازم يحط واقي شمس، واحنا طبعا قلنا واقية الشمس المناسبة للبشرة الدهنية والبشرة المختلطة في الحلقة بتاعة البشرة المختلطة. ياريت لو انتوا ما اتفرجش على الحلقة يقدر يتابعها، وهنسيب لكم اللينك في الوصف تحت. من الحاجات المهمة جدا برضو الناس بتخطئ والاخطاء الشائعة اللي معظمنا بنقع فيها، هو لما بتطلع حبة بنلعب فيها، وده غلط، ما نقربش منها تماما. تمام، الحل اول ما تظهر لنا الحبه اللي احنا نتدخل بالعلاج باستشاره الطبيب او الصيدلاني. تمام، نروح الصيدليه نسال الصيدلي يدينا ده، او تستخدموا العلاجات اللي انا قلتها لحضراتكم في الفيديو هنا. طيب يا دكتور، هل بقى اللي انت قلته لنا في كل الفيديو ده هو ده العلاج بس للبشره الدهنيه او الحب الشباب؟ لا طبعا، في بعض الحالات اللي هي بتكون بنقول عليها سفير او تكون حالتها متقدمة، دي طبعا ممكن العلاج ده ما يجيبش معاها نتيجة، وبالتالي فبنحتاج اللي احنا نزور اقرب طبيب عشان يكتب كورس مضاد حيوي فموي. تمام، ممكن نستمر عليه لمدة شهور، شهرين، 3، زي الفيبرامايسين مثلا، او للناس اللي بيبقى الافرازات الدهنية عندها زيادة جدا والحبوب بتكون عندها ملتهبة دائما وباستمرار، طبعا الطبيب بيتدخل طبعا بعد استشارة الطبيب. نستخدم برضو حاجة اسمها رؤى كيتان، وده الصورة بتاعته برضو هتكون قدام حضراتكم. تمام، لان ده مهم جدا ما نستخدمش لما استشارة الطبيب، لان هيحصل فيه تحليلات الاول للوظائف الكبد. رقم 2، فعش اللي ناخده واحدة داخلة على جواز او بتفكر في حمل. ومع نهاية الفيديو اتمنى يكون المحتوى بتاع الفيديو اعجب حضراتكم، وما تنسوناش لو عجبكم الفيديو تعملوا لايك وسبسكرايب وتشيروا الفيديو بين أصحابكم عشان كل يستفيد من الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.